سلام عليكم. ما راح شباب عاملين ايه؟ مكتب النهارده لسه مكملين مع بعض في لعبه ماين كرافت. هندخل نتابع ونشوف مع بعض بقى الاحداث، تكمله الاحداث اللي حصلت المقطع اللي فات. لسه موجودين في الكهف، نحاول نخرج من الكهف ده ان شاء الله، نشمعه ونقمعه ونجمع كل المعادن ونقتل كل الزومبي ونسيطر عليه ان شاء الله، يكون في قبضتنا. بس قبل ما نبدا نتفرج على المقطع ده، سمعت الاذان ومصلي احسن عشان انت تذكر الله، صلاه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، تحط لايك شديد، تشترك على القناه او تتابع القناه، هذا فعلا بيساعد. وهنا كمان مسج لمدعو الاخرين في غزه، وده المقطع رقم 1800 و مثلا 16 مثلا. ايه رايك؟ هو عموما الرقم اللي على الشاشه هو اللي صح، اللي انا بقوله ده ما تشغلش بالك بيه لان انا مش فاكر اصلا الارقام. بصوا بقى، اموت ولا ايه؟ ابراهيم ويوسف تعالوا معايا، هوديكم كلها على كف كبير فشخ، ربنا يعينكم عليه. يا جدعان بالله عليكم، اهم حاجه ما يكونش فيه البتاع اللي بيفرقع ده. لازم انزل اهو. هو ايه البتاع الاحمر ده؟ هات. حلو حلو شغال. اجيبه لكم؟ ما تفلتش. اي حاجه تقابلك يعني اجيبه ولا المكان ده؟ اوه الله على الجمال، الله على الجمال، شوقتني. ايوه بقى. هنا ما كملناش فيه. ايوه ما كملناش فيه، يلا بسم الله. مفيش اي اثر لدايموند خالص. تعال نروح هناك. تعال. الله 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 الله، تعال تعال، المكان هنا لسه معبي، خلي بالك. في نحالي إيه وفي ورانا. ايه ده؟ ده السماء قدامنا، تعال احنا فين؟ هيتبان لك السماء بس لا، الشموع في ايدك. لا الدرع في ايدي. انت انا سايب لك انت التشميع. ايه ده؟ فتحوا فنجلوا عينيكم كده عشان على اي دايموند ممكن تكونوا مش واخدين بالكم منه. ما تروحش بعيد يا جيمر، ما تروحش بعيد. شوف بيحب يروح بعيد، كيف موت. يا لهوي هيفرقع فيك، كيف موت. بالبو يا جيمر، ولا انت بتاعك راح؟ بالبو. قتلته بالبو، اهم حاجة احنا دلوقتي نعيش. مش احنا معانا دايموند معانا ايه؟ حاسبه عشان الهيكل العظمي ده. الهيكل العظمي ده اسمه سكيلتو. قتلته. ما عارف انا. طب تعالى بسرعة عشان المكان ده يا جدعان مليان زومبي بطريقة مش طبيعية. كتير. كمية رهيبة. اجري قتلت انا بقى. احنا عايزين نحرر المنطقه اللي قدامه، ومحدش فيكم عايز يجي يحررها معايا. انت فين يا جيمر؟ انا معاك، انا وراك اهو. عايز تعمل ايه؟ انا معاك اهو. سيبهولي ده، سيبهولي ده. اقتلوا دول. نت يا لهوي. قصدي كل ما بيموت بيجي غيره، حاجه يعني صعبه قوي. كده فصلت ولا ايه؟ شمع. لا انت فصلت كده. شمع ليه؟ انا دايموند اهو. شمع شمع شمع. طب وارجع ازاي طيب؟ دايموند ده. جنبك. شمع شمع. في كريبر. شمع شمع شمع. انا بشمع اهو. شمع شمع. لينا ام فيست حلو قوي. يوسف طلع بس مش مشكله، احسن لما يموت. شمع شمع. اقتلهم اقتلهم. ازاي بقى؟ طبعا. شمع شمع اهو. شمع اهو. شمع. انفجر انت. يا لهوي انا وان قلب جيمر، لو خدت ضربه واحده هموت. احميني باي شكل. طب ارجع بقى، ما تبهوقش كده قوي. تعال. ارجع لورا. انا وراك انا وراك انا وراك. استنى هيل، ارجع هيل تاني. طيب معاك قد ايه فحم؟ معايا فحم كتير. ارمولي ارمولي ارمولي. هنعمل هعمل انا شمع هنا دلوقتي كتير قوي، دي مالهاش لازمه. ترمتولي انت معاكش شمع صح؟ اعمل لك شمع. انا اعمل ارجع في المزرعه. ايه؟ ارجع في المزرعه. لا هترجع تحت في اخر حته انت قعدت فيها. حلو. استنوني عشان داخل عشان بصراحه عملها معايا. انا خايف اكون موت. جيمر تعالى اديك ستاك. ماشي خد اهو، خد ستاك شمع ورمتهولي. ماشي حلو جدا حلو جدا. ماشي انا معايا ستاكين، معايا ستاكين نص اهو. انت رحتوا انت رحتوا في انهي طريق؟ ماشي ماشي انا معايا كده ستاك اهو، عيلت تاني. نكمل تشميع، نكمل تشميع. نفس النظام بقى يا جيمر. ها حاضر. نفس النظام، هنلوت الدايموند بس لما نور المكان ده خالص عشان المكان ده كبير قوي. قولوا لي انتوا فين؟ انا عند ال الترابيز ولا تحت؟ عامل لي شمع. انت شايف ليه الدايموندين مكانين فيهم دايموند مختلفين عن بعض؟ ها كمل تشميع. الكهف ده صعب بس مليان دايموند. ها كمل تشميع. ها شم شم شم. اوعى تموت يا جيمر. طب خلي بالك عشان هما كتروا عليا كتير. فين انا جاي؟ لا ما تجري، اجري منهم اجري منهم. جريت 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 جريت. انا جاي لك اهو. كريبر تمام. بالبو بالبو يا معلم، دي في نص راسه. حلو قتلته، قتل اكس بي. ماشي فينا شويه دايموند اهو، جمعهم بسرعه. الدايموند هنا في حبه حلوه. اربعه خمسه تقريبا، خمسه. حلو جمع جمع يا خمسه. خمسه الخمسه دول انا دلوقتي معايا 22 واحد، هكسر الخمسه.
معايا 22 دول 6 مش 5 كمان. حبه حلوين قوي تصدق. بصوا بقى انا مع دول كام، ادي 1 2 ادي 4 دول 6 ماشي كده يجي كرم الشخمة كلها مره واحده يبقى له توسعه شويه. تخلص انت بتتكلم كتير ليه ما تخلص؟ دول 6 هتكسر ونشوف هدول كام باذن الله. حسب ظهرك يا يوسف، يوسف حسب ظهرك. يا جماعه اتفضل. دول 6 صح، دول كانوا 6 صح، دوني 10 حلوين. حاجه دلع، حاجه دلع، دلع خالص. حالي يا بوتيتو بيبي زومبي بكره. ارجع 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 للمكان اللي احنا كنا فيه ورا. انا شمعت حبه حلوين، شمعت حبه حلوين. ارجع ورا عشان كتير قوي. ماشي نصطادهم واحد بس. البيبي زومبي ده قتلوه، مات حلو الحمد لله. بيبي زومبي رخم رخم. عيل غيت عيل، امك ما ربتكش يا موت يا جيمر. مش هتموت عليك سبايدر ولا ايه يا جماعه؟ انا البنت حد يموت. ما انت مدينا، ما انت لو تدينا سيوف حلوه يا جماعه. السيوف اللي معانا كحيانه يا عم. بقول لك النت حد يموته. ما تاخدش لوتو، ما تاخدش لوتو، استنى يوسف تعالى يلا تعالى لنا. حاضر ما خدتش حاجه اهو يلا. احنا لسه جامدين فين؟ مش عارف الطريق؟ لا طب بقول لك ايه يا راجل، مش عارف الطريق. انا هاخد حاجته ماشي، وابقى اديله اللي هو عايزه. ترجع تجيبه؟ لا مش هرجع اجيبه، هاخد حاجته. ولا ضربه اتحسبت. هاخد حاجته ولما يجي ابقى اديله اللي هو عايزه. هو الطريق منين طيب وانا اجيب؟ ريبر وراك. استنى قتلته. الطريق منين؟ الناس ومعاها قربت تخلص. جيمر اطلع جيبه، معلش اطلع جيبه وانا لا 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 مش هطلع اجيبه. هقفل على نفسي، هقفل على نفسي لحد ما انتوا تيجوا. الحاجة هتروح يا عم، اطلع جيبه لسه في وقت. ما ناخد الحاجة، ما ناخد الحاجة وننزل على مهله، ايه المشكلة يعني؟ ايوه خدها انت وانا اما اجي يا عم. اما اجي انا هديله، يا عم اما اجي انا هديله سيف ودرعه ودنيته، ايه المشكلة؟ يلا يا عم انزل على مهلك. التلفزيون عندك مليان؟ مش مليان يا عم. زومبي؟ لا مليان. حاضر استنى بس. استنى اللي بينفجر. طب يا عم العتادي انت، انا هموت من غير اكل هنا. و جيمر تعالى بالله عليك، جيمر بالله عليك روح كده. هو انت يوسف، انت يوسف دخلت الكهف ولا ما دخلتش؟ انا في الكهف بس في حته غريبه كده مش روح خده يا عم. فاهم الكهف ده كبير كده ليه؟ فاكر الثلاث فاكر السلالم الدرت فاكرها ولا نسيتها؟ يا عم انا طلعت لك اهو، انا طلعت لك. استنى استنى ربنا ما دخلنا في حته ضلمه. طلعت لك اهو، طلعت لك. انت فين؟ قلت لي منين بقى؟ بدور عليك اهو. استنى بدور عليك. تعالى يا جماعه ادخل المنطقه دي هتعجبك، فيها كرافتنج تيبل ولا. تعالى يا يوسف تعالى، لف يا يوسف، لف لف لف. تعالى طب تعالى. انت اهو، هات هات ام الكرافتنج تيبل ده عايزينها. هات هات. استنى انا مت يا لهوي. مت؟ طب انا مستنيك، تعالى تاني. يلا مستنيك جاي لك تاني. خلاص لا سيبوني في حالي والنبي. لا ده انا الصبح الصبح انت حالتك كرب. حتى ابراهيم هنا هو عمال يلف. هاتوا هاتوا معاك، هاتوا معاك. لو انت سمعنا يا ابراهيم تعالى معاه. تعالى هظبطكم. تعالوا تعالوا انتوا الاثنين. والله ايد حديد بالهبل، احاول اعمل لي حاجه واجي اقعد. بصوا بصوا تعالوا انتوا الاثنين، تعالوا انتوا الاثنين، هاتوا لكم حزمتين جزر وتعالوا بقى. بس ما تقولوش لبوتيتو. يلا ده انا هجيب حزمتين جزر وحزمتين بقدونس. اصبر بس يلا نعمل سلطه. على فكره استكان جزر كتير قوي، انتوا مش هتاكلوا اكتر من الكف في اللحظه دي. هنرجع الباقي. تقلقش تقلقش. هو فين البتاع؟ انا مش فاهم حاجه. المكان ده من كبره انا متاكد ان في كميه دايموند كبيره جدا واحنا مش واخدين بالنا منها. المكان كبير قوي في دايموند، علشان هنلاقي كتير، عشان هو بيقول لك موجود في اماكن منخفضه. شايفني يا جمر؟ لا فين فين؟ انا فوق عند الشلال. فوق شايفني؟ بتنطط فوق عند الشلال اللافا. شلال لافا؟ شفتك شفتك. اقول لك تنزل منين؟ اقول لك تنزل منين؟ تعالى مش هتعرف تنزل من هنا. انزل في الميه، انزل في الميه، انزل في الميه. يلا تعالى تعالى. بص الطريق اهوت. بص انا معلمه لك. بص مش انت بتنزل هنا في الميه دي؟ مش انت بتنزل في الميه دي؟ الحجاره دي وبعدين الحجاره دي اهو. ماشي تعالى. شفتك. ده انا لازق فيك. والله ما شايف. امشي. طب امشي. مش سامع تابلت؟ ازاي مش شايف بقى؟ الشاشه دي مش شايف يا عم؟ لا شايف، انا شايف الشاشه بس هو رايح. انا مش هو ملبوخ، هو ملبوخ. تعالى تعالى كل جزره يا ابني، كل جزره. حاجتك معايا، حاجتك معايا. تعالى انا عارف عارف هنعمل غيرها، مش قصدي حديد. طيب تعالى انا شفتكم. طب تعالى ده ما طلعش عند البحر، طلع اخطبوط وبيطلع حاجه. بقول لك يا يوسف تعالى كده بس عشان الزومبي اللي وراك دوت مش ناقصين مشاكل. تعالى مش عايزين مشاكل، مش عايزين مشاكل مع حد. صح كده. ما انا هقول لك ما فيش علامه مطرح المكان اللي فيه الكريستال. يا نهار اسود. تعالى يا يوسف، تعالى يا يوسف اهرب، يا يوسف اهرب اهرب. احنا غلطانين. نموت نموت الاخ ده. هو ده المكان. شماعه ايه؟ الحاجه الوحيده اللي هو شماعها دماغه. تعالى تعالى ده دماغه مسافره. تعالوا تعالوا ما تظهر يا عم. اهو تعالى تعالى يا عم. هو مش تشيكي. شايفك يا عم الحلو. اسمع اطلع لك ازاي بقى ان شاء الله. انت سايبنا طلع تاريخنا وطلعت انت فوق. استنى شوف هو ده دايموند، هو ده دايموند. يلا بص على الكابوس، بص لنا ازاي بقى يا جماعه بسرعه مش عايزين. يلا يا بطاط تخلص يا بطاط.
عم اسكت بقى، دخلنا بينكم الطريق تعرف تطلع. تطلع يا عم. هو ايه بنفسجي ده؟ لا مؤاخذة، ده نزل في تحديث من قريب. ده كريستال ده ولا ايه؟ مش عارف بيعمل سوق. يلا نمشي بقى. جمعوا جمعوا منه شويه بقى. هاي انا مجمع منه شويه بس جمعوا اكتر زياده. ما علينا، اللي هي في السقف دي بتنزل بشكل مختلف. انا عمال هنا هتطلع على البيج اكس اللي معاك ده. لا هعملها. هات سيف، اعمل لي سيف دايموند. يلا تعالوا بس تعال. يلا وراه هنعمل ايه؟ الواد انا كان فيهم دايموند. طب شمعه طيب او اي حاجه؟ الشمع مش مؤقت. شمعه بزياده برضه لو حسين ان مش كافي. معيش شمعه اصلا والله. تصدق الشمع اللي معايا خلص؟ استنى اعمل شمع كمان زياده. والله استكين. طب والنبي ده وقت تخبز فيه. دول سته، هم سته تمام. يا ابني انت مش جعان؟ خد خبز اهو لو جعت. جيمر هم كده اصلا. انا معايا 34، هنشوف من الستة دول هيطلع لنا كام. طب يلا. انت كل بتحنسني يعني ولا ايه؟ عايز من الست. طلع لك طلع لك كل طلع لنا 11 واحد. حلوين حلوين. طب ما يلا كده، ايه شوقتنا ولا ما التسويق؟ اذا تطرط البيك اكس يا معلم، هي دي تطرط البيك اكس. انزل بقى، لسه انا شفت تاني. انت لسه سباح ليه كده يا يوسف؟ ده في واحده وقعت مني. ايوه يعني 12 مش 11، 12 واحده طلعوا لنا من البيت. اتفضل بيك اكس الضعف. تعالوا بقى دهب تعالى يا جيمر، لزوم الشياك. تعالى تعالى. لا بس في تاني هنا ايده يطلع اكتر من واحده وشكلهم محدش. اي دهب لزوم الشياكه، وفي حديد اهو. اهو 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 يا بطاطا اهو. الله دايموند بالهبل. هو شكله نجلته. هي واحده تقريبا، واحده هي واحدة يا واحدة يض هي واحدة. شوفوا الواحدة الواحدة دي عارفين وقع منها كام؟ وقع منها ثلاثة. حلو. معايا 50 دايموند. تعالوا بقى. تعالوا 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 تعالوا. في حاجة هنا ولا مكان أمان ورا متشمع؟ الله أعلم يا عم. متشمع إيه؟ متشمع إيه؟ إحنا معناش حاجة. والله لو قابلك زومبي قول له السلام عليكم وعدي عادي، ما تبصش في وشه. لا الزومبي ما ينفعش، الزومبي هيعمل بيعمل أجر عليك. كويس متفاجئ. فايتوه زي البيبي زومبي اللي قتلني عشان نت. هو هيجري وراك، هو يقعد يضرب فيك، لازم انت تضرب فيه. يا ابن المكان، انت عينك فين يا ابني؟ انت مالكش عين؟ انت فين عينك؟ انت يعني مش شايف ان البطاطس ملوش وش اصلا؟ انت بتدور على ايه؟ انا شايل ضرب في الباب، تصدق؟ بص عليا كده؟ الله. الجاره دي ولا ايه؟ اه الله الله الله، داريما كله. داريما كله. شوف 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 شوف. ايه رايك؟ شوف عمل ايه في نفسه؟ خد خد الحلو كله. خد الحلو كله وملففنا وراه ومشغلنا معاه. اقول لك شغلنا ايه يا جيمر على الواد ده؟ يلا 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 يا خاين يلا يا خاين. مش بدها مش دماغك تضربني. بص يا جيمر، انت عندك انا دلوقتي ايه؟ انا عملت كده خلاص تمام. فاضل 26 واحد. يا اما اعمل لك دروع زيي، يا اما اعمل لك سيف وبيكاكس واكس وكلام من ده. اعمل لي سيف، مش عايز بيج اكس، عايز سيف عشان اعرف عشان اعرف فايت بس. امال لو عملت لك امال بقى لو عملت لك في شاربنز فيها هتقول ايه؟ ده بقوي هيعجبك. انا اتليت الاثنين بو دول خدوهم. خد انت بو. مفيش تبعت الاسهم. طيب الجزر يعني من قبل دي بس ليه؟ ما تجيب رغيفين من دول يا انا باخد. يلا احنا كده شايف يا ابني الشياكه ده؟ والله الذهب اشي. لا فاضل لي دروع. ايوه هنعمل لك دروع بس يعني. انت انا اصلا سالتك عايز سيوف بتاعه وكده ولا عايز كده؟ لا خلاص انا محتاج بس دروع بس. ايه بس انا كده يعني لحد ما حلو مش وحش يعني. المشكله ان اللي معايا دول هيكفوا دروع بالظبط وهيخلص. فيوسف انت مش هيبقى لك حاجه بقى، معلش اعمل له سيف بس على الاقل. انا مش خلاص، يا اما اعمل لك دروع يا اما اعمل له سيف واعمل لي انا كمان سيف لان انا معيش غير سيف حديد. طب اعمل لكم سيفين يا ماشي. صح بيضحي. لا لا شفت حد عايز اكل؟ حد عايز اكل؟ معايا معايا. خد اترفناش كده ولا حاجه. ايوه ايوه افطر طعمه حلو ايه ده. ايوه هات يا عم عيش بلدي. معكش طعميتين بقى؟ لا مفيش طعميه. لا للاسف. هت بقول لك ايه، ما تيجي يا بوتيتو نروح الحته اللي هناك دي اللي في السما دي المفتوحه. في طبقه كامله، في طبقه كامله فوق احنا فوتناها اصلا. حلو نام بسرعه. هتروح هناك؟ تعالى ماشي. هناك هناك احنا ما كملناش هناك اصلا. هنا ايه بقى؟ انا هشمع برضو. واو فاضل معايا 41 شمع، مش عارف هيقضوا ايه بالظبط بس تعالوا ما نبعدش عن بعض بس اهم حاجه. طيب في حاجه هنا هو جيمر وراك اهو وراك. معايا 10 شمعات، معايا 10 شمعات. اشمع لكم الحته دي. يا نهار ازرق بس اقتل الكريبر ده ماشي. تعالى يا جيمر ده احنا المفروض نتحمى فيه. نقفل برضو شكلها هتقفل.
انا بقول نخرج. نخرج ايه يا حبيبي؟ احنا عايزين نلف كله دايموند. جيمر جيمر بقاله 100 سنه، لازم نحميه شويه. معاك اهو يلا، علشان ندخل النذر اصلا، ان هو مش عارف يدخل نذر حبيبي. عايزين ندخل في اربعه. واحده واحده بس، عشان في لفه تحت في زومبي اهو، خلي بالكم يرزقكم. يوسف بص فوقك، ارجع لورا وبص. ايه ده؟ كريبر كريبر. الحمد لله يا زومبي عادي يعني. بقول لكم ايه، لو الدنيا بهوات مش هحمي حد. ها انت عملت تاكل عيش باكل عيش. داخل اكل، انا جاهز زي الكهف ده اكل عيش يابا. سبونر عندهم هنا، سبونر. المكان ده بوتيتو. ايه ده؟ بس حلوه دي. تخش اللي في الصندوق. في ايه في الصندوق؟ ليت سدل، ليت سدل حلو. هات الفحم ده نعمل بينه شموع. استنى بقى، استنى استنى، اعمل لكم شموع. في سيد، في سيد، في سيد وشمع. بقول لك ايه، بقول لك ايه، انا لقيت تفاح. هو ايه اللي في الصندوق ده؟ خدت التفاح. هو ايه اللي في الصندوق؟ انا عملت شويه شموع زياده ولقيت سدل. اضرب يا جيمر. فهنقدر نركب احسن. ابقى معنى صح، انا هقدر اركب احسن. المهم ايه ده؟ سيف دايموند وبس. يلا نكمل. انت هتسيب ده بيتعذب كده جوه ولا ايه؟ لا لا يا عم ربنا. بي رزبن ده ممكن نعمل منه مزرعه كامله او فرم مخصوص، بس لما يبقى معايا سلك تاتش على الاكس. يلا طيب، انا ما عادش معايا شمعة. ماشي انا معاك. انا بضرب بالسيف الحديد دلوقتي عشان السيف الدايموند عينه لل الله دايموند. شكلها واحده، هي واحده، شيلها شيل. مش مشكله، تلاقي وراها، يمكن وراها. لا واحده بس، هي واحده. يا اوكي، في دايموند اهو. في دايموند اهو. اكسره ولا انت اللي تكسر؟ لا 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 لا، انت عارف الدايموند ده بكام؟ اربعه. طب ماشي ماشي ماشي، حلو حلو، كسرتهم. ده مش ده. يلا نكمل لنا شويه بس، يلا نكمل. محتاجين اكتر. هو انت يوسف كل لما تعدي كده تمس عليا تديني سيف؟ ايه يا ابني مالك مالك؟ والله ما قصدي، بس في بتعمل لي فرقع. اجري اجري اجري. استنى، عايز اعيد، عايز اعيد. استنى، وقف دهب لزوم الشياكه. اي لا لا، دايموند دلوقتي هو لزوم الشياكه. اي ايه ده؟ ايه اللي بيضرب ده؟ الدنيا ضلمه هنا ومفيش نور وهنضبش كتير. تعالوا بس انا بدل بنور لكم، تعالوا بس. عايزين ناخد جنب جنب، مش نخش كده خالص، جنب جنب عشان نحسن نكون كويس ما نطلعش حاجه. خلي بالك عشان، خلي بالك عشان طالب يفرق. في كريبر؟ في فوق ممكن ينزل علينا والله يفرق. ليه الدايموند شايفينه فوق هنا كده؟ مش عارف شايفينه ازاي فوق قوي، بس هروح مش هسيبه يعني. انا بحاول اشمع لكم. خش اللي وراك يا جو. عينيا، طلع سيف الدايموند وطلع على دماغه. ايه ده؟ انا بدي مين؟ كريبر ما تموت بقى يا سيبه، اما كل اللي فين عايش. اذا انتوا رحتوا فين؟ ده مكان فظيع كده مؤخرا. المكان ده فظيع بجد، ده يعني مهيب رهيب. طب بقول لكم ايه، انا الشموع اللي معايا خلصت تمام، نرجع نجيب شموع. انا معيش شموع، انا بجيب ذهب. خلاص دايموند يا بطاطس. بص يا يوسف، يوسف جيب على شمالك. دايموند يا بطاطس. دايموند يا دايموند. دايموند تحت جنب الدهب لزوم الشياكة. الله الله على الجمال. لو ما كنتش رحت للدهب ما كناش لقينا دايموند. لا واحد يا رب ترفع على كتير بس. انا بكسر الدهب. طب ما نشوف كده الحاجات دي، ممكن على فكرة ممكن تلاقي جنبها والله. يعني انا مرة قبل كده كنت بكسر فحم لقيت جنبيه حديد. اسكت على واحد بس ممكن، بس انت مين بقى اللي هكسر الارض دي كلها؟ في دهب هناك هو لزوم الشياكة، يمكن الاقي جنبه دايموند. بكسر حاجة كده، جرب كده. عمال اكسر في الحته دي. بتاع باظ البيج اج. عارفه دي اهو. الشمع انا معايا خلص يا جماعه، مش هنعرف نشمع ولا هنعرف نكمل. طيب انا معايا فحم ومعايا خشب. تعالى اما اعمل لك. لنا هاي. انا ليه دايما فوق اجيبه على السقف بعيد شويتين ثلاثه؟ اروح اجيبه وربنا يستر اجيبه بسلام. طيب انا هعمل شويه شمع. طب اعمله هنا، انت رايح في ايه؟ بعمله في امان. بعمله في امان. اكون بعمله فين يعني؟ في امان. بس انا قصدي بتعمله في كرافتنج تيبل، بس هو مش محتاج كرافتنج تيبل يعني. ماشي. السلام عليكم. سليم. فين حته اهي؟ معايا 64 شمعة. ايوه ايوه. 64 بس؟ لا معايا 36 كمان. تعال. هات لي 36، هات لي 36 دول. خد. تمام حلو. خد يا يوسف حبه كمان انت. اروح انا اجيب الدايموند اللي فوق، انا مش عارف انت بتشوفه ولا لا. بس هو بعيد، بس احاول اوصل له. سيف ده باظ من بقى.
استنى جيمر انت كرافتنج تيبل لسه موجوده؟ كرافتنج تيبل هناك اهي. اه هناك. تعالى تعالى هتعمل ايه؟ درع؟ ايوه اعمل لي درع كده خليك حلو. هو بس الجزره اللي ايه؟ تعالى على جنب. انت بتقرا جزره يا ابني ولا ايه؟ ساحر بيقرا جزر ساحر. اوه ما انت سيست بتطورهم بقى. الله الله ممكن تطورهم ويبقوا اقوى اقوى. انا خدت احنا بندور. ايه يا جيمر كل ده بتلبس ايه يا جيمر؟ طب انت بتربي الكريستال ليه؟ هات الكريستال. ما رميتوش ما عنديش مكان بس فانا بس ايه انا كده فاضل لي خوذه بس. ده ملوش لازمه. ده له لازمه الحجر ده. الحجر ده له لازمه. البس الخوذه. حاضر حاضر. الله الله بقيت مدرع. قصدك بقيت بتلمع. بتلمع. معاك اكل؟ يلا نطلع. يلا معايا جزر. يلا نطلع. طب يلا تعالى يا بلدي. كل عيش. بص هنقول لك بقى تعمل ايه. هنقول لك تطلع ازاي. اول حاجه الشلال الصغير ده. دنيا كح. خليك انت في الكحل احنا ماشيين. هيضيع نفسه خلي بالك. انت حر اللي انت عايزه بس انا وهو هنروح. احنا خرجنا مرضيين قوي. درعين عين وسيوف. تحت مكانه. انا لو اديت تحت مكانه هجيبه. بس الموضوع ايه مره ثانيه بقى. خلاص انا جاي. تعالى تعالى احسن. تعالى احسن. طب تعالى بص احنا مستنيينك عند الشلال. الكهف ده لسه الكهف على الرابع. طب نقف نستناك. فانا اهو بتوت تحت اهو. تعالى تعالى اطلع اطلع. انت بتلم ايه يا جيم؟ ده مش ذهب. ده مش ده حديد. ده باشا لزوم الفضه. الفضه بتاعت الرجاله. عايز تعمل انسيال ولا انسيال فضه؟ انسيال فضه. في الكواليس هتظبطوا نفسكم تنزلوا تاني يعني؟ ننزل دلوقتي تاني؟ مش دلوقتي ده خد بريك. طيب يعني احنا بقالنا ساعتين قاعدين ما تعبتش؟ لا انا بلعب من الصبح ولسه قادر العب اكتر الصراحه. طيب يا عم احنا عايزين ننام. انت ما فصلش يا بطيط. خلونا نعمل حاجه حلوه قبل ما نقفل. ايه رايكم؟ قبل ما انا اما نطلع هنروح نحصد البتاع ونزرع وناخد بقى الحصاد ده كله نبيعه ونجيب بيه امرالد واحط لكم بقى سيوف شرب نسفي. تعالى انا حافظ الطريق ده زي اسمي حرفيا. انا حفظته والله. خلاص نطلع. طب وبعدين عشرنا مشوار طويل قوي قوي لا انت تخيله. اوفاير اوفاير. تعالوا ورايا وانا هديكوا الاسر. تعالى 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 بس امشوا كده ورايا. خليكوا ورايا هنا كده. اطلع في المايه دي. اطلع في المايه. بس خلاص انت وصلت. طلع هناك اهي. بس انزل امتى؟ اهلا. انا ما خدتش بقى كتير. شوف 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 متى حوار حوار حتى صبح هو تاني او ليل وهتصبح على حسب. لا كان فظيع فظيع. عايزين نجيب الشعب مش فيس. انا اروح اشوف كده والله. بص عليها كده وهي بتاع ده طالعه. شكلها جامد. شكلها حلو. في اماكن الاماكن اللي فيها ميه في النص دي عادي لازم. ده دي الميه دي اللي بتطلعها اصلا اللي بتظبط التربه. ما تبطل ضرب بقى. ده ابراهيم اهوت لسه فاكر. يا ابراهيم شوف ابراهيم احنا درعنا ابراهيم بقينا مدرعين ازاي. استنوا ده انا لسه في حاجات كتير. طيب شيل شويه حاجات اللي في الصناديق دي. هاخد المحصول اللي معايا وابيعه وهروح اجيب شباب نسفي. مين بقى من هنا؟ نور يا جيم. خد تعالى تعالى تعالى. لا خلاص خلاص. اللي حصل لي حصل. يلا 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 اجري ورايا بقى. يا ده ايه ده؟ انت مشارك في الاولمبيات ولا ايه؟ رايح في ايه؟ حلو. طبعا المحصول يا رب الاقيه حلو. انتوا ما خدتوش منه كتير. تعالوا 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 تقريبا هجيب لكم انتوا كمان شربنس في بالمحصول ده. انا معاكم يا شباب. انا معاكم بس كنت بظبط حاجات. انا مجمع الحصاد كله دلوقتي صح؟ لا انا ما جمعتش حاجه. فين الحصاد؟ ما الحصاد زي ما هو. يا ابني مش انت اللي خدت الحاجه من الصناديق دلوقتي؟ انا اللي خدتها دلوقتي لما كنت بقول لو عشان عايزين تنور. هو انت بقول لك ارمالي. تعالوا بقى يا جماعه. الجيمر بيسرق حاجه من الصندوق. بعين والله بعين. ده انا بعين دروع وعين حاجات بلاوي. بعين كل الحاجات دي. طب استنى عشان عندي حاجات زياده. ذبحت خروف. ذبحت خروف؟ سيب لي الليه بس الله يخليك. عينيا حاضر. احلى شويه كبده بلدي بالليه. اللحمه كلها بص ينفخنا. اللحمه في الفرن خلي بالكوا هتتحرق. فرخه ايه؟ فرخه. اللحمه استنى. صل على النبي. خد الشغلانه. طب عشان مقطع اسطوري الحمد لله طلعنا بغنيمه كويسه وطلعنا بشغل حلو قوي. وهنكتفي حد كده النهارده. مش هنطمع تمام. طلعنا نامن نفسنا ونظبط نفسنا ونجهز نفسنا ونبقى نرجع تاني. والله حابين كمان ان شاء الله المقطع اللي جاي في ماينكرافت انا والشله الانس. حط لايك واعمل شير تكون فعل الجرس. استنى الحلقه اللي جايه. سلام.